السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحاملة، هنتكلم فيها عن موضوع بيتسأل من اغلب 99.9% من الحوامل: متى يتم تحديد نوع الجنين؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشير الفيديو عشان تدعمونا ويوصل لأكبر عدد من النساء. محتويات الفيديو بتاعنا: متى يتم تحديد نوع الجنين؟ تقنيات تستخدم في معرفة نوع الجنين: الموجات فوق الصوتية، وفحص الحمض النووي، وفحص الزغبات المشيمية، وبذل السائل الأمونسي، والفحص الوراثي السابق للإنغراس. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. متى يتم تحديد نوع الجنين؟ يختلف الوقت الذي يمكن تحديد نوع أو جنس الجنين فيه باختلاف تقنية الفحص المستخدمة، وفيما يأتي نبين متى يمكن تحديد نوع الجنين في كل من التقنيات المختلفة التي سنوضحها لاحقا. فحص الدم: من الممكن تحديد نوع الجنين من خلال فحص الدم الأم بدءا من الأسبوع 11 من الحمل. الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية أو السونار: إذ يمكن معرفة نوع الجنين باستخدام الموجات فوق الصوتية في الأسبوع 14 من الحمل، إلا أنه لا يعد فحصًا دقيقًا إلا في الأسبوع 18 من الحمل. فحص الزغبات المشيمية أو فحص خملات الكورين، وهو فحص يجرى في الأسبوع 10 من الحمل، يمكن لنتائجه أن تظهر نوع الجنين في الأسبوع 12 من الحمل. بذل السائل الأمونسي: يجرى هذا الفحص في الأسبوع 16 من الحمل، ويظهر نوع الجنين في الأسبوع 18. أثناء التلقيح الصناعي أو الإخصاب في المقبر: إذ يمكن للطبيب أثناء التلقيح الصناعي معرفة نوع الأجنة قبل نقلهم إلى الرحم. تقنيات تستخدم في معرفة نوع الجنين: توجد العديد من التقنيات الدقيقة التي يمكن اللجوء إليها في حالة الرغبة في معرفة نوع الجنين، وفيما يأتي بيان بعض هذه التقنيات. الموجات فوق الصوتية: يمكن للطبيب باستخدام الموجات فوق الصوتية الحصول على صورة تفصيلية للجنين داخل الرحم، وتتضمن ذلك أعضاؤه التناسلية، مما يمكن الطبيب من معرفة نوع الجنين. وتشير الدراسات إلى أن التصوير بالموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد يعد دقيقا للغاية في تحديد نوع الجنين، إذا أظهرت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية النيجيرية أن معدل الدقة لهذه التقنية هو 98.2%. ومن الجدير ذكره أنه في بعض الحالات قد يكون هناك صعوبة في أخذ صورة جيدة للجنين في حال كان الجنين في وضعية غير معتادة. فحص الحمض النووي: يجرى اختبار ما قبل الولادة غير المتوغل للنساء اللواتي لديهم فرصة عالية لإنجاب طفل مصاب باضطرابات كروموسومية، كما أنه يكون متاحا للنساء الأخريات، ويجرى هذا الاختبار ابتداء من الأسبوع 10 من الحمل، وتظهر نتائجه بعد أسبوع أو أسبوعين من أخذ عينة الدم. يمكن أن تكشف النتائج عن إصابة الجنين بمتلازمة داون بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الكروموسومية، كما أن الفحص يتضمن البحث عن أجزاء من الكروموسومات الذكرية في عينة الدم، مما يمكن الطبيب من تحديد نوع الجنين. فحص الزغبات المشيمية: يعد فحص الزغبات المشيمية من الاختبارات التي تجرى قبل الولادة، والذي يتضمن إدخال إبرة من البطن أو عنق الرحم، ويتم توجيهها من خلال الموجات فوق الصوتية لتجنب إلحاق الضرر بالجنين. استخدم الإبرة لأخذ عينة من بعض الأنسجة المشيمية، والتي تعرف بالزغبات المشيمية. استحتوي هذه الأنسجة على نفس المادة الوراثية لدى الجنين، ويتم بعد ذلك فحص العينة لمعرفة فيما إذا كان هناك كروموسومات مفقودة أو زائدة أو غير طبيعية، مما يساعد على تشخيص المشاكل والاضطرابات الكروموسومية والجينية، خاصة في حالة وجود تاريخ مرضي للعائلة. ومن الجدير بالذكر أن إجراء فحص الزغبات المشيمية لا يستدعي إدخالا إلى المستشفى، ويجرى في العادة دون الحاجة إلى التخدير.
إلا أن بعض الحالات قد تتطلب التخدير الموضعي لتقليل الانزعاج الذي تشعر به الحامل أثناء الفحص، علما بأن الفحص يستغرق 20 دقيقة تقريبا. وأنصح بأخذ قسط من الراحة لمدة 20 دقيقة بعد إجراء الفحص، وعدم بذل الكثير من الجهد بعد إجراءه بيوم أو يومين. بذل السائل الأمونسي. يعد فحص بذل السائل الأمونسي أو بذل السلي من الفحوصات التشخيصية التي تجرى قبل الولادة بهدف الكشف عن التشوهات الوراثية لدى الجنين، ويجرى هذا الفحص في العادة بين الأسبوع 15 والعشرين من الحمل، ويتم إجراءه بإدخال إبرة رفيعة جدا عبر البطن الأم لسحب كمية قليلة من السائل الأمونسي الذي يحتوي على بعض خلايا الجنين، ليتم بعد ذلك فحصها في المختبر. كما يمكن معرفة جنس الجنين عند إجراء هذا الفحص، إلا أنه لا يجرى بهدف معرفة نوع الجنس فحسب، إذ قد يترتب عليه تعريض الجنين للخطر. الفحص الوراثي السابق للإنغراس. يمكن أن يجرى الفحص الوراثي السابق للإنغراس أثناء التلقيح الصناعي أو ما يعرف بأطفال الأنابيب. وفي هذه الحالة يتم فحص الأجنة لمعرفة وجود أي مشاكل جينية أو كروموسومية، بالإضافة إلى أنه يمكن معرفة نوع الجنين. ويشار إلى أن دقة الفحص الوراثي السابق للإنغراس في تحديد نوع الجنين هي 100%، ولكن في حال تم نقل أجنة من كلا الجنسين إلى الرحم فلا يمكن توقع أي الأجنة سيحصل لها إنغراس في الرحم. تبقى الأم تنتظر بفارغ الصبر للتعرف إلى نوع الجنين، فليس من السهل معرفة جنس الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل، وقد تتجه للخرافات أو المعتقدات القديمة. متى يظهر نوع الجنين الذكر؟ إذا شعرت الحامل برغبة دائمة في تناول الحلويات يكون الجنين ذكرا، بينما إذا كان لديها شهية للأطعمة الحامضة يكون الجنين أنثى. لو عانت الحامل من الغثيان صباحا يكون الجنين أنثى. إذا كان بطن الحامل منخفضا وإلى الأمام فسيكون الجنين أنثى، أما إذا كان البطن مرتفعا ومستديرا فيكون ذكر. ولكن تبقى هذه خرافات لكيفية معرفة جنس الجنين من الشهر الأول، لذلك اللجوء إلى الطرق العلمية أفضل لتحديد نوع الجنين. متى يمكن معرفة نوع الجنين؟ لا يتم معرفة جنس الجنين إلا بعد الشهر الرابع أو الخامس، حتى يتمكن الطبيب من رؤية الأعضاء التناسلية للجنين بطريقة واضحة. فخلال هذه الفترة سيتمكن الطبيب من تحديد نوع الجنين في حال كانت وضعيته تسمح بظهور العضو التناسلي بشكل واضح. ويمكن للطبيب أيضا رؤية الجنين في مرحلة مبكرة من أجل ضمان تطوره بشكل سليم. طرق معرفة نوع الجنين. التصوير بالموجات فوق الصوتية والتي ذكرناها سابقا، يتم هذا التصوير من خلال البطن أو المهبل لمعرفة جنس الجنين. ومن جدير ذكره أن هذا الإجراء يعتبر آمنا على الجنين، وفي هذا السياق يشار إلى أن التصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية له العديد من الأهداف، فهو يمكن للطبيب من تقييم صحة رأس الجنين وقلبه وعموده الفقري وأجزاء الجسم الأخرى. فحص الزغابات المشيمية. يمكن إجراءه بدءا من الأسبوع 11 من الحمل، ويتم إجراءه من خلال إدخال إبرة عن طريق البطن أو المهبل، وذلك بتوجيه من الموجات فوق الصوتية، بحيث يتم بعد ذلك إزالة جزء صغير من المشيمة وفحصه مخبريا حسب اللازم. بذل السلي. يمكن إجراءه بدءا من الأسبوع 15 من الحمل، حيث يتم إجراءه من خلال إدخال إبرة عن طريق البطن، وذلك بتوجيهه من الموجات فوق الصوتية، بحيث يتم أخذ كمية قليلة من السائل الأمونسي المحيط بالجنين، أي نحو 10 مليمتر أو أقل من 5 إلى 10 من مجموع هذا السائل، إذ يتم بعد ذلك إرسالها للمختبر لإجراء الفحوصات اللازمة. معرفة نوع الجنين من لون البول. لون البول قد يساعد تحديد لون البول على تحديد جنس الجنين. فإذا كان لون البول أصفر فاتح فهذا يعني أن الجنين ولد، وإذا كان لون البول أصفر شاحبا فهذا يعني أن الجنين فتاة. متى يظهر نوع الجنين بالسونار؟ السونار استخدام موجات صوتية عالية التردد بهدف الحصول على صورة لجزء معين داخل الجسم. وفي هذه الحالة ببساطة فإن هذا النوع من الفحوصات تعني بالكشف عن طبيعة الأعضاء التناسلية والعلامات الأولية التي تشير إلى جنس الجنين، وذلك من أقدم الطرق وأبسطها.
وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور، وياريت ما نصدقش في اي اشاعات او اي خرافات اتقالت زمان، ونتجه للوسائل العلمية الجديدة والحديثة واللي بتوضح لنا الصورة كاملة متكاملة عن جنس الجنين وجنس المولود وصحته والامراض الوراثية اللي ممكن تصيبه. فكده نكون اطمننا على الجنين وعرفنا نوعه، ويا رب كل حاجة تقوم بألف سلامة. أشوفكم على خير، وقبل ما انهي الحلقة حب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويريد تدعمونا ونشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.